بسم الله وردنا عفا مين. كل سنة طيبين، تعيشوا وتعملوا نهضات، وربنا يخلي لكم الاباء اللي بيبتكروا افكار جميلة بنتعلم منها. يعني دايما بنستفيد بفكر ابونا يعقوب والاباء في عناوين الموضوعات. يعني وقت الصوم الكبير هو موسم التوبة والرجوع لربنا، مش كده؟ فحلو ان احنا نعمل نهضات في الصوم الكبير عشان يعني يبقى نهضة من جميع النواحي. يعني احنا تعودنا عندنا في الكنيسة بنعمل نهضة في الثلاث ايام بتوع صوم نينوى عشان يبقى اليوم كله تقريبا في الكنيسة. يعني بعد القداس بنفطر مع الناس، وبعد كده نكمل فترة تسبيح وكلمة وبتاع، يعني يبقى اليوم كله على بعضه كده في الكنيسة. نتكلم عن اول اسبوع من اسابيع الصوم، او اول ايقونة زي ابونا يعقوب معلمنا، ايقونة الطريق، اسبوع الاستعداد. بس دايما اي حاجة في الدنيا بستفيد منها على قد ما بستعد ليها، مش كده؟ ودايما اي حاجة بيتوقف نجاحها على مدى التركيبات والاستعدادات اللي انا جهزتها ليها. يعني مثلا لو انا هفتح مشروع، نجاح المشروع بيبقى متوقف على قد ايه انا استعديت لبداية المشروع، سواء استعديت بدراسة، درست ايه المشروع، السوق بتاعه شكله ايه، درست سوق العمل، يعني جهزت المكان، شفت التسويق، كل حاجة قبل ما ابتدي، ولا ايه كنت ابتدي الاول وبعدين ندرس. يعني مثلا نجاح الزواج يتوقف على قد ايه انا استعديت، قد ايه انا جهزت، هل درست الفكرة كويس، جهزت بيت الزوجية، حسبت حساب النفقة. يعني رب المجد يسوع يسميها كده، حساب النفقة. يقول ايه؟ يقول اللي عايز يبني برج، ان اراد احد او من يريد ان يبني برجا، الا يجلس اولا ويحسب حساب النفقة لئلا يبتدي يبني ولا يقتل ان يكمل، فيبدأ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر ان يكمل. فكل حاجة انا بستعد لها كويس بستفيد منها كويس، حتى اسرار الكنيسة. يعني قدر الاستفادة من التناول هو على قد ما انا استعديت قبل ما اخش اتناول. الاستفادة من الاعتراف على قد ما انا جهزت نفسي واستعديت لسر الاعتراف. انما اي حاجة بتحصل بدون استعداد ما بنستفدش منها كويس. فتيجي كنيستنا اللي ملهمة بروح قدس وتقول احنا داخلين على اهم 40 يوم في السنة كلها، ما ينفعش كده ندخل عليهم على طول، فتعمل لنا فترة اللي هي فترة الاستعداد. كلكم عارفين ان زمان الصوم الكبير ما كانش بالوضع اللي احنا فيه ده، كان الاباء يصوموا بعض عيد الغطاس ال 40 يوم بتوع الصوم الكبير، زي ما السيد المسيح طلع من المعمودية على الجبل وصام 40 يوم، وبعد كده لما يجي عيد القيامة يصوموا اسبوع الالام. اللي نظم الدنيا دي في الكنيسة البابا ديمتريوس الكرام، البابا ال 12 يمكن سمعتوا عنه، نظم الدنيا دي شوية، فحط اسبوع الالام ومعاه ال 40 يوم. جت الكنيسة بعد كده وراحت منظمة انها تحط اسبوع في الاول، وسميناه اسبوع الاستعداد. في بعض الناس يقولوا الاسبوع ده ممكن يكون بدل الثبوت. انتوا عارفين احنا ما بنصومش انقطاعي، سبت وحد. طب الحد ده عيد، ده يوم فرحة القيامة، فبنصومش فيه. فنعوض السبع ثبوت اللي ما بنصومهمش في الصوم الكبير باسبوع في الاول. لكن الفكرة الاساسية للاسبوع ده هو انه تمهيد واستعداد للصوم الكبير. ودايما الكنيسة عندنا تعلمنا فكرة التمهيد والاستعداد دي. يعني قبل الصوم الكبير باسبوعين تبتدي الكنيسة تضرب لنا جرس انذار كده، خلي بالكوا الصوم فاضل له اسبوعين، فتعمل لنا صوم نينوى، صوم يونان، مش كده؟ وبنفس الالحان والقرايات والطقس بتاعت الصوم الكبير عشان تقول لنا خلي بالكوا اهم وقت في الكنيسة قرب يجي. وبعد كده تعمل لنا اسبوع الاستعداد. كل ما بستعد كويس للصوم كل ما بستفيد اكتر، عشان لما اخش على الاربعين يوم المقدسة يبقى انا خدت كده تمهيد. لان طبيعة الانسان محتاجة دايما التمهيد ده. يعني اي حد فينا عايز يقوم بعمل كبير محتاج الاول يسخن كده. يعني زي لعيب الكورة كده قبل ما ينزل على الماتش بيخليه الاول يسخن بره كده على التراك، علشان يعني لما ينزل الماتش يبقى يعني اللياقة البدنية بتاعته، تعرفين اللعيبة المصرية بتاعتنا،
اللياقه البدنيه 3 5 دقائق بيتعب، فيعني بس لازم في الاول يسخن بره في التراك شويه عشان بنهرش عامله مشاكل للعيبه عندنا. فالكنيسه اتعلمنا تقول لنا قبل ما نخش على 40 يوم بتوع الصوم الكبير لازم الاول نسخن. فنسخن ازاي بقى؟ اسبوع الاستعداد. تقول لنا بقى هنقعد طول اسبوع ناخد نفس الالحان، نفس القراءات، نفس النغمات، نفس الطقس بتاع الصوم الكبير. ولحد النهارده في بعض الكنايس تقول الاسبوع الاولاني مش هنصوم القطاعي للاخر، يعني بتبتدي القداسات تبقى بدري بعدين تنزل متاخره، وفي كنايس تانية تاخد من اول اسبوع الاستعداد في صوم القطاعي زي الصوم الكبير. طيب احنا هنمشي رحله مع المسيح 7 اسابيع نوصل بيهم لحد قمه الصليب، بعد كده افراح القيامه. يا رب ايه الطريق؟ الطريق ايه يا رب؟ نمشي ازاي؟ واحد من تلاميذ المسيح الحلوين قوي راح قال له ايه؟ قال له يا سيد نحن لا لسنا نعلم اين تذهب فكيف نعرف الطريق؟ احنا مش عارفين اصلا انت رايح فين، طب هنعرف الطريق ازاي؟ راح المسيح رد عليه وقال له ايه بقى؟ قال له انا هو ايه؟ انا هو الطريق، مش كده؟ طيب يا رب عايزين نمشي رحلة معاك طول ال40 يوم تاخدنا فيها في خلوة في الجبل 40 يوم، نعيش كده في حالة عشق روحي وفي حالة خلوة وهيام الهي معاك، نصل بيها لقمة الحب على جبل الجلجسة ونشوفك بصلوب ونتحد معاك، وبعدين نوصل لقمة الفرح والانتصار في القيامة. ايه الطريق يا رب؟ نمشي ازاي؟ فروح جاي رب المجد يسوع في اول يوم ده حد رفاع ويوصف لنا الطريق ويقول لنا الطريق ده فيه 3 علامات اساسية لازم تمشوا عليهم علشان توصلوا في الاخر للصليب والقيامة عشان تشبعوا من الصوم الكبير. فنيجي في انجيل حد الرفاع ويكلمنا رب المجد يسوع عن 3 علامات اساسية للصوم الكبير. 3 كده يبتدوا بحرف الصاد، الصدقة والصوم والصلاة. يسميهم انبا موسى اسقف الشباب يسميهم فيتامين صاد، يقول كده هنقعد طول الصيام ناخد فيتامين صاد، صدقة وصلاة وصوم. دول 3 حاجات اللي هنمشي عليهم طول الصوم الكبير علشان نوصل لحد الصليب والقيام. وتيجي الكنيسة تاخد من السيد المسيح 3 علامات دول وتركز عليهم حتى في ألحانها طول الصوم. تلاقوا كده المرض ثابت للصوم الكبير طول الصوم، تلاقوا لك طوبة ايه؟ للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. ادي كده ادي اول صاد اللي هي ايه؟ الصدقة، مش كده؟ وبعدين الكنيسة تثبت اسم بتقولها في القداس طول الصوم الكبير، بداية كل جملة فيها هي كلمة الصوم والصلاة. الصوم والصلاة هما اللذان رفع إليه للسماء وخلص دانيال من جب الأسود، هما اللذان عمل بهما موسى وعمل بهما اهل نينوى وعمل بهما الرسل والانبياء والشهداء والابرار. كلها تبتدي بكلمه ايه؟ الصوم والصلاه. تيجي مرد الانجيل طول الصوم يبقى اسمه تينستيا نمبشتيل، يعني الصوم والصلاه. واللي منكم بيحب التسبحه يلاقي الابصاليات بتاعه نص الليل في التسبحه كلها تتقلب على كلمه الصوم والصلاه. واخدين بالكم؟ فالكنيسه تركز على 3 دول. ليه بقى؟ اصل احنا مهتمين باول واحد فيهم اللي هو الصوم. احنا كلنا هنصوم وكلنا صايمين. الصوم لو ما كانش معاه الاثنين التانيين تبقى الايقونه بتاعته ايقونه ابيض واسود كده بهتانه ملهاش معنى، مش مفيده. اللي بيدي الصوم البهجه والفرحه واللي يخليها ايقونه كويسه زي ما رسمها رب المجد يسوع وخلاها طريق هي ان احنا نخلي الصوم معاه صلاه ومعاه صدقه. من الاول لازم اسال نفسي هو انا ليه اصوم؟ يعني المفروض يعني ان اي انسان كده عاقل قبل ما يعمل حاجه لازم يسال نفسه انا هعملها ليه؟ مش كده؟ يعني هصوم ليه؟ هل هي عاده تعودنا عليها انما احنا من صغرنا بنصوم الصوم الكبير؟ هل اطاعه للكنيسه؟ الكنيسه قالت يا جماعه لازم تصوموا فبصوم؟ هصوم ليه؟ مش لازم اسال نفسي؟ لازم اسال نفسي انا بصوم ليه؟ لازم يكون له هدف. اصل لو ما حطيتش هدف يبقى مش هوصل لحاجه. يعني لو انا رايح مشوار
وما حددتش هدفي انا عاوز ارجع من المشوار ده بايه، هروح وارجع ايدي فاضيه مش كده؟ يعني مثلا حضرتك لو نازله السوق ومش محدده انت نازله تجيبي ايه بالظبط، هتروحي تلف حوالين نفسك ساعه واتنين وترجعي وانت في الاخر تقولي هو انا نزلت ليه النهارده؟ هو انا كنت عاوزه ايه؟ مش كده؟ انا صمت ليه؟ او انا هصوم ليه؟ الصوم بالمعنى السلبي هو اني بقعد فتره مش باكل. طب اسالكم بس سؤال، يعني ايه اللي فارق مع ربنا يعني؟ يعني ربنا يفرق معاه ايه؟ ان انا فطرت الساعه 9 الصبح ولا فطرت الساعه 3 الظهر؟ ربنا يفرق معاه ايه ان انا فطرت فول ولا فطرت يعني جبنه؟ يفرق مع ربنا ايه؟ ولا حاجه. مش كده؟ فيجي فلان يقول انا صايم طول الصوم الكبير من اوله لاخره، الصوم ده كان عباره عن ايه؟ يقول لي يا ابونا انا باكل الساعه 2 او 3 الظهر بصوم انقطاعي، وبعد كده لما بفطر بفطر على 30 سم محشي، كلكم عارفين طبعا مش كده؟ يعني احنا انتوا تلاحظوا في الفطار بناكل صنف او اتنين مش كده؟ في الصيام 20. وتقول لك يا ابونا اصل الصيام بياكل. يا ابونا اصل الصيام بيحب ال لا انا عايز ميه بس كتر خيرك. لا انا عايز ميه كتر خيرك. بس انا صايم، اللهم اني صايم. طيب عدوا ال 40 يوم، حضرتك بتفطر الساعه 2 او 3 الظهر، بتاكل فول وكشري ومحشي، خلص الصيام وجه العيد، كل سنه وانتم طيبين. صمت ليه بقى؟ ولا اعرف. طب طلعت بايه من الصيام؟ ما اعرفش. طب عندك 50 سنه مثلا، يعني مثلا نقول صمت 40 صوم كبير في حياتك، استفدت منه ايه بقى؟ لا مش فاكر. اللهم صمت ليه؟ بص بقى، من غير ما يكون في هدف للصوم يبقى احنا بنعذب نفسنا بدون معنى. لو هي القصة قصة ان انا اكل نباتي، او ان القداسة هي معناها ان انا اكل نباتي، كان الناس السيخ والهندوس والبوذيين بقوا من الاباء السواح. مش كده؟ احنا عندنا الهند مثلا غالبيتها ما بياكلش لحوم. كتير من البوذيين وكتير من السيخ وكتير من الهندوس وغيرهم وغيرهم فيجيتيريانز، نباتيين ما بياكلوش حاجة، مش كده؟ فلو انت فاكر ان القداسة هي المحشي والكشري، يبقى الناس دول المفروض يبقى بيعملوا معجزات دلوقتي بينزلوا زيت، دول بقى طول عمرهم ما دقوش لحوم ولا جبن ولا البان. اللهم اللي يقولوا الصيام ايه؟ مش الصيام ان انا بدل اكل باكل يعني؟ لا خالص. عشان كده بسالكم، احنا في اسبوع الاستعداد لازم اسال نفسي انا بستعد اهو للصوم. طب انا عاوز ايه من الصوم؟ داخل الرحله دي عشان ايه؟ يعني لما حضرتك مثلا تقول لي انا رايح رحله مارينينا، لازم اسالك رايح ليه؟ اصل عليا نادر رايح اوفيه، اصل عايز البابا خلص وحشني عايز ازوره، اصل عايز اشتري حاجه من هناك، لازم يبقى في هدف مش كده؟ فالمسيح من اول يوم يقول لنا بص بقى، الصوم ما ينفعش يبقى فضيله سلبيه، ما ينفعش اسمي صايم يعني ما باكلش. لا، الصوم حاجتين بقى. اول حاجه من الصوم ان انا بتفرغ عن الجسديات علشان اشبع بالروحيات، ده اول هدف. الهدف الثاني في الصوم اني بدرب نفسي على اني يبقى لي ارادة قوية تضبط شهواتي. بولس الرسول يقول كده عن نفسه في رسالة كورنثوس الاولى، يقول ايه؟ يقول بل اقمع جسدي واستعبده. ليه يا بولس؟ يقول لألا بعدما كرست بالاخرين اصير انا نفسي مرفوضة. انا لازم اقمع جسدي واستعبده، لازم اضبط شهواته يعني. يبقى انا بصوم عشان اعمل حاجتين دول، اتفرغ عن الجسديات بالروحيات، هنسى شويه بقى الاكل والشرب بفكر في حاجه تانية اشبع بيها. الحاجه الثانيه عشان اعود جسمي انه يقول لا. تعال ناخد واحده منهم. انا بصوم علشان اقول لنفسي لا، اتدرب على قوه الاراده. حد من الاباء كده يقول ايه؟ يقول كل الحيوانات تكرمها فتريحك، اما الجسد تكرمه فيتعبك. واخدين بالكم؟ يعني سامحوني لو انا مربي حيوان في البيت، كل ما باكله اكتر وادلعه اكتر وطبطب عليه اكتر واريحه اكتر يحبني اكتر ويسمع كلامي اكتر، مش كده؟ لو انا عملت ده في جسمي يتمرد عليا. لو انا قعدت ادلع في جسمي واكله واشربه واريحه وانيمه، اقول له يلا نصلي، يقول لي مش لاعب، ما ماليش دعوه. طب يلا نعمل كذا، طب يلا نعمل كذا، خلاص
يتحول الى وحش بتعرفش تسيطر عليه. خلي بالكوا اول وصيه ربنا اداها للانسان كانت الصوم. اول وصيه ربنا قال له ايه؟ ما تاكلش من الشجره دي. مش دي وصيه صوم كده؟ من جميع شجر الجنه تاكل، لكن من الشجره دي ما تاكلش. يبقى ادم كان عنده وصيه صوم، ان صوم عن الاكل من الشجره دي. واول خطيه ارتكبها الانسان انه كسر الوصيه دي وكل. فانا اجي اقول لربنا ايه؟ اذا كان ادم سقط من عند انه كسر وصيه الصوم وكل وريح جسمه وشاف ان الشجره جيده للنظر وبهجه للعيون وشهيه للاكل، يعني القصه كلها شهوه اكل فكل. فانا رب عاوز اصلح غلطه ابويا، بس اصلحها فيا انا، ما انا عندي نفس العيب. فانا هبتدي يا رب اتدرب طول الاربعين يوم دول ان كل ما جسمي يقول لي الحاجه دي بهجه للعيون وشهيه للاكل وللنظر والكلام ده، اقول مش هاكلها. علشان كده سامحوني، يعني بلاحظ ان احنا في صمنا بنتحول الى الفريسيه مش الروحانيه. يعني ايه؟ ما بقولش مني، انا بتكلم عن نفسي. يعني ايه؟ يعني كل اللي يهمني مكونات الاكل ايه، مش شهوه الاكل ايه. واخدين بالكم؟ يعني مثلا امسك اي حاجه كده اقول اقرا المكونات لحسن يطلع فيها حاجه صيامي او حاجه فطاري، لكن ما عنديش مانع ان انا اكلها بشهوه، ده مش مشكله، لكن المهم ما يكونش فيها حاجه فطاري، مش كده؟ يعني مثلا اجي على الشيبسي اقول يا ابونا كيس الشيبسي مكتوب عليه لبن جاف يبقى فطاري، لكن ما عنديش مانع على نفس السفره اللي شلت منها كيس الشيبسي عشان فطاري حاطط كفته صيامي وبانيه صيامي وسوسيس صيامي وجبنه صيامي وشوكولاته صيامي، مش كده؟ ولحمه صيامي وهمبرجر صيامي، مش كده؟ مش كده؟ لا، بس يا ابونا مكتوب ان المكونات نباتيه فيبقى صيامي. واخدين بالكم؟ هنا القصه قصه مكونات صيامي، ولا قصه ان انا ما استفدتش من الصوم لان ما عرفتش اقول لجسمي لا؟ هيبتدي ال 40 يوم ويخلصوا وانا مش قادر اقول لنفسي لا. يعني مثلا انا بحب الايس كريم، مثلا بحب الشوكولاته، فروح نازل مدور فين المحل اللي بيبيع الايس كريم الصيامي والشوكولاته الصيامي واكل وانا ضميري مرتاح ان انا صايم. واخدين بالكم؟ اهو يا ابونا انا ما اكلتش حاجه تفطر. على راي سيدنا الباب ربنا ان احنا نفسه يا رب ينفعنا بصلواته، يقول ايه في صوم الميلاد؟ الفلاح اللي قاعد بياكل مش بعيش ناشف في الغيط فاطر، ولا قاعد بياكل كافيار وجمبري وكابوريا صايم؟ صح؟ مش في صيام الميلاد كده؟ مش الجمبري وغيره وغيره، مش الحاجات دي مكونات صيامي في صيام الميلاد؟ فحضرتك قاعد بتاكل جمبري ما اعرفش الكيلو بتاعه كام صايم، والفلاح اللي قاعد بياكل مش ده نقول له انت وحش انت فاطر، مش كده؟ بنتحول سامحوني الى الفريسيه في الصوم. تعرفين لما المسيح قال للفريسيين تصفون عن البعوضه ها وتبلعون الجمل، مش المسيح قال لهم كده؟ طيب يبقى انا وانا باكل في الصوم القصه قصه مكونات، ولا قصه قصه ان ما عرفتش اقول لشهوتي لا؟ عشان كده انا بسال انا صمت ليه؟ احنا لسه في اول صاد اللي هو الصيام. انا صمت ليه؟ صمت عشان اقول لنفسي لا، اضبط نفسي. وزي ما قلنا بولس الرسول كده في كورنثوس الاولى يقول وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. من يجاهد يضبط نفسه في ايه؟ في كل شيء. انا صايم. طيب الصيام معناه اني ما اكلش بشهوه. طب افرض انا بشتهي الفول، هعتبره بالنسبه لي فطاري. واخدين بالكم؟ هعتبره بالنسبه لي ليه؟ لو انا باكله بشهوه ولهم فرقت ايه؟ ما انا ممكن ما اكونش بحب اللحم. يبقى اصبحت هنا المكونات ولا شهوه الاكل؟ ها؟ مش كده؟ يبقى انا بتعامل مع نفسي في الصوم ان بمنع عن نفسي كل ما تشتهيه، حتى ان لو تشتهيه ده كانت مكوناته صيام. دانيال لما يجي يصوم
وصوم ربنا قبله من دانيال، يقول كده في صومي لم اكل طعاما شهيا، اي شيء بالنسبة لي اعتبرته شهوة في الصوم ما اكلتوش. وكان سيدنا الباب ربنا نفسه يعلمنا ان لو في حاجة بتشتهيها من الصوم تاكلش منها، حتى لو كانت صيامي، او كل حاجة صغيرة منها، او كل من الطبق اللي قدامك بس. واخدين بالكم؟ وكان في مبدأ رهباني زمان بس ما انصحكوش تعملوه، كان في مبدأ رهباني زمان اسمه افسده قليلا، اللي هو لو في اكل انت بتشتهيه قوي بوظ طعمه وبعدين كله، بس هو تعملوا كده اللي تتطلقوا كوش دعوه انتم، ده مبدأ رهباني يعني. افسده قليلا ده مش بتاعكم انتم، هو كده كده بتفسدوه فما كوش دعوه. ابوها قال لي بوظ الاكل اهي، ما انا اعرفك كويس. يبقى واحد، احنا لسه في اول صاد في الصوم، الطريق اللي ربنا رسمه ثلاثة صاد كده. اول واحد الصوم، بصوم ليه؟ بصوم عشان اقول لنفسي لا، اجي اقول مش هشرب مية، مش لان المية حرام ولا حلال، ارجوكم بلاش كلمة حرام وحلال، مش عايزين نبقى فارسيين، ارجوكم مش عايزين نتحول الى صوم فريسي بتاع يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. مش هشرب سفن مش لانه حرام ولا حلال، لان اشتهيته، وطالما اشتهيته اقول لنفسي ايه؟ شكرا، طالما في شهوة مش هشربه، بغض النظر عن المكونات بتاعته انها مكتوبة صيام عشان تريح ضميرنا. مرة واحد بيسألني بيقول لي ابونا هو السوسيس والهمبرجر والكلام ده صيامي؟ ده صيامي؟ قلت له صيام المكونات وفطار الفكرة. واخدين بالكم؟ هو صيام المكونات لكن فطاري الفكرة، يعني انت نفسك تاكل فكلت بغض النظر بقى هو المكونات بتاعته ايه. في قديسة حلوة كده من امهات الرهبان الكبار كانت تقول لنا ايه، اسمها الام سارة، كانت تقول ايه؟ تقول ان الفم الذي تمنع عنه الماء لا يطلب الخمر. قولها تاني، ان الفم الذي تمنع عنه الماء لا يطلب الخمر. يعني ايه؟ يعني انا هاجي في الصوم الكبير هقول مش هشرب مية، انا لازم اعلم جسمي بالضبط كويس. تفتكروا الجسم اللي انا حارمه من المية يجي بعد شوية يقول لي طب ما تشرب خمرة؟ ده انا منعته حتى من المية. واخدين بالكم؟ فلما اجي على الاكل، دي فلسفة الصوم، قصة مش قصة بناكل ايه، احنا مش بنعذب جسدنا، بالعكس ده الكتاب بيقول لنا لا يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه. الصوم مش تعذيب للجسد، ده بالعكس ده ضبط وتربية. اصل لما الانجيل يقول يقوته ويربيه، يقوته يعني ايه؟ يغذيه، ويربيه يعني ايه؟ يضبطه. ابني اللي في البيت اقوته واربيه يعني ايه؟ اقوته اديه احتياجاته، واربيه يعني اضبطه لحسن يبوظ مني، لحسن يفسد، لحسن يتدلع زيادة فيفسد مني. فانا باخد في الصوم اول نقطة في الصوم، انا بصوم ليه؟ لازم اسأل نفسي، بصوم من اجل ضبط شهواتي، بصوم عشان اتعلم اقول لنفسي لا، لازم اقول لا. ولو قلت لا في الصغيرة هعرف اقول لا في الكبيرة، لو قلت لا في الحاجات اللي هي مباحة هعرف اقول لا في الحاجات اللي صعبة، لما اقول لنفسي لا في الحلال هعرف اقول لنفسي بعد كده لا في اللي مش كده؟ هتقول لا. فاول نقطة ضبط النفس. النقطة التانية، ننسى بقى موضوع الاكل عشان نشبع. هو انا صايم ليه؟ عايز اقول لجسمي لو سمحت ده مش وقتك، ده وقت الروح، انا طول السنة عمال اغز فيك وعالج فيك. طب في جزء تاني مهم جوه جات له انيميا من قلة الغذاء، هو الانسان جسد بس؟ ها؟ ولا جسد وروح؟ عارفين لو احنا جسد بس ما بقاش انسان مش كده؟ ابقى حاجة تانية، ما بقاش انسان. الفرق بيني وبين اي حاجة تانية ان انا فيا الروح العاقلة اللي ربنا مدهاني. فلو انا اهتميت بجسدي بس، اكل وشرب وعلاج ولبس ونظافة وغيره وغيره، يبقى انا مش بربي انسان. ودي برضو يعني على جنب كده ملحوظة للامهات، انت من اول ما بتستني ابنك من يوم ما يتولد فاكرة نفسك ان انت ولدت الجسم بس ومالكش علاقة ببقية مكوناته. حضرتك ام للجسد والروح والعقل والنفسية. ابنك ده اربع حاجات، اربع حتت كده راكبين في بعض. ابنك ده جسد وروح وعقل ونفسية، واخدين بالكم؟ حضرتك بتأكلي وتشربي وتغيري وتعالجي وتدي فيتامينز وتدي تطعيمات و و كل ده بنشتغل على اي جزء واحد. طب مين رب العقل يفكر ويختار ويتعلم؟ مين رب النفسية السليمة؟ مين رب الروح اللي مرتبطة بربنا؟ ولا دول مش تبعنا؟
يطلع الولد جسمه سليم وروحه فاشله ونفسيته فاشله وعقليته فاشله. واخدين بالكم؟ نلاقي كده اجسام اسم الصليب يعني عيال يعني كده، وهنا مفيش مخ او مفيش نفسيه محطمه نفسيا، واخدين بالكم؟ او مفيش روحانيه، لان احنا اهتمنا بالجسد بس. فلسفه الصوم مش اني اقعد طول الصوم عمال اقول هاكل ايه، بالعكس انا عايز اقول له مش وقتك. يعني ايه؟ انا بصحى الصبح ادور على الفطار، في الصوم اصحى الصبح اقول في جزء فيا مهم جدا بقالي فتره طويله ما قمتش فطرته، الروح. يلا بقى نشبع. نشبع بايه؟ كلام الاله غذاء القلوب، ليس بالخبز وحده يا انسان، وجدت كلامك رب كالشهد فاكلت، مش كده؟ ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم، مش كده؟ نشبع يا رب. يلا، هو انا كل يوم اصحى اقول جسمي هيفطر ايه؟ انا عاوز 40 يوم في السنه اصحى الصبح اقول روحي هتفطر ايه؟ روحي تفطر بالمزامير، بالاجبيه، بالكتاب المقدس، بالالحان، بالخلوه مع ربنا، بالقرايه الروحيه، بالمطانيات، بالتامل. روحي لازم تتغذى، لازم تشبع. الروح اللي عندها انيميا دي، اللي بتعاني من امراض سوء التغذيه بقالها سنه كامله ما كلتش، دي لازم اتفرغ لها. يبقى خلي بالكم، مش معنى ان انا صايم ان انا اصحى الصبح اقول هاكل ايه بقى صيامي النهارده، لا كده بقى صيام، كده بقى نباتي. يبقى انا بصوم ليه؟ انا قلت نقطتين بس عشان ما اصعبش عليكم. بصوم علشان اضبط نفسي، بصوم عشان اتفرغ لروحي، مش كده؟ ده الصوم. الصوم مش مباراه مع الجسد، وانا برضو الصوم تحدي بيني وبين جسدي، ان انا عمال اقول انا بقى هصوم للساعه 6، هصوم للساعه 7. لا، الصوم مش تحدي، الصوم شبع. واخدين بالكم؟ عشان كده كنيستنا مرنه جدا 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 الى اقصى درجه في موضوع الصوم. تلاحظوا كده، كنيستنا وابائنا مرنين جدا في الصوم، ودايما نكيف الصوم. اب اعترافك يكيف لك الصوم على حسب صحتك، مش كده؟ وكلنا عندنا مبدا نقول لك اللي يقولوا لك الدكتور احنا موافقين عليه. واخدين بالكم؟ لان الصوم ما هواش قصه امتناع عن الاكل. تجي لي مثلا بنت كده حامل او بترضع او حد مسن يقول لي ابونا الدكتور منعنا عن الصوم، اقول له لا، الدكتور ما منعكش عن الصوم، الكلام ده مش صح. الدكتور قال لك كل بروتين، ما قالكش ما تصومش، صح؟ الدكتور قال لك ما تصومش؟ لا، الدكتور قال لك كل بروتين من اجل صحتك، فكل بروتين وانت صايم. صوم فكرك، صوم نظرك، صوم مشاعرك، صوم لسانك، فانت صايم. لكن بدل ما بتاكل فول بتاكل لبن او جبنه عشان الحمل او الرضاعه او الامراض او العظم او الكلام ده، واخدين بالكم؟ مفيش مشكله. لكن صايم ولا فاطر؟ لا صايم. صايم وانا بشرب لبن؟ اه، ما احنا هنا بنعتبر اللبن ده علاج طبي، مش كده؟ لكن صايم. بس خلي بالكم، لو انا بقى فاهم صوم صح، ولو انا فاهم يعني ايه صوم، يعني ضبط نفس، فباخد اللي بيحتاجه جسمي مش اللي بيشتهيه. يعني ايه؟ يجي مثلا الدكتور يقول لي اشرب البان عشان مثلا حمل او رضاعه او ست كبيره عظمها تعبها، الدكتور لك اشرب لبن، كويس؟ يا ابونا تديني حل اشرب لبن؟ قال الله يحلك اشرب لبن. طب اكل شوكولاته؟ قول لا. طب اكل ايس كريم؟ لا. طب ما هو لبن. لا يا حبيبي، احنا بناخد اللبن علاج لكن مش دلع، انت لسه صايم. واخدين بالكم؟ فهتشتهي الايس كريم تقول لنفسك ايه؟ لا. طب ما هو ابونا ما هو لبن. لا يا حبيبي، احنا صايمين. صايمين وانا اه صايم. واخدين بالكم يعني ايه؟ فانا صايم. انا بقول للبنات عندي الحوامل واللي بيرضعوا اقول لهم ما تصوموش عن الاكل، لكن في انواع تانية من الصيام لازم نتدرب عليها. فهنا القصه ما تبقاش بقى قصه الايه؟ الاكل، ها؟ تبقى قصه بقول لهم دايما خدوا الماده في ابسط صوره. يعني مثلا لو الدكتور قال لك خد لحوم، خدها في ابسط صوره علشان ما تبقاش فيها عامل الشهوه. اقول له لا، افتكر انك صايم حتى لو بتاكل لحوم. طيب، بصوم علشان اشبع، فعشان اشبع يروح رب المجد يسوع مديني الصاد الثانيه اللي هي ايه بقى؟ الصلاه، الشبع الروحي. الجسد يشبع بالاكل والشرب، والروح تشبع بالعلاقه مع ربنا. خلي بالكم، هو مصدر الجسد ايه؟ التراب. فالجسد يشبع بايه؟ بالتراب اللي زيه. طب الروح جايه منين؟ من ربنا، فتشبع
بربنا نفسه مش كده؟ وربنا يديك كل كتابة العمر. لما الانسان فينا بينتقل الكتاب المقدس يقول عنه كده ايه؟ يعود الجسد الى التراب الذي اخذ منه وتعود الروح الى الله الذي اعطاها. يبقى كل واحد يرجع للصوص بتاع المصدر بتاعه، وبالتالي كل عنصر فيهم يتغذى بالمصدر اللي خرج منه. الروح خرجت من عند ربنا يبقى غذاها ربنا، الجسد خرج من التراب يبقى غذاء ايه؟ طب ما كفايانا تراب مش كده؟ يعني سامحوني، كان الناس الكبار اهالينا الكبار يقولوا يعني للي بياكل بنهم، يعني كنت اسمع كده اهالينا الكبار يقولوا كلمة حلوة قوي، يقول له انت بتربي للدود. فاكرين الكلمة دي مش كده؟ يعني انت عمال تربي لحم ودهن للدود، ما هو في الاخر رايح لفين؟ التراب. في جزء تاني رايح لربنا، انت جايب له انيميا ما غذتوش، هيطلع ربنا هفتان، هيطلع ربنا مش متغذي. احنا هنقدم في الاخر لربنا ارواحنا، صحيح اجسادنا مهمة، لكن في الاخر الجزء اللي مهم الجوهر الغالي اللي فينا ما هوش الجسد، الجوهر الغالي اللي فينا هو ايه؟ الروح. اقدم لربنا روح جعانة وعطشانة بقالها سنين. عشان كده الخطوة التانية على طول لما ربنا يتكلم عن الصلاة. طيب احنا بنصلي طول السنة، اقول لك لا، الصوم ده قصة تانية بقى. انا بصلي طول السنة وانا مشغول، الصوم انا بتفرغ للصلاة. مش احنا قلنا مش هناكل عشان ناكل الروح؟ فانا بتفرغ للصلاة طول الصوم، موريش غير الصلاة. وريت نقعد الاربعين يوم شغلانتنا الوحيدة الصلاة. انا سامع نفسيكم بقول لي يا بونا، طب انت بونا وقعد في الكنيسة مش كده؟ صح، انت وانت بونا وقعد في الكنيسة وما بتصليش برضو تاني يوم، ما تضحكش علينا يعني. ازاي بقى نقعد ليل ونهار نصلي؟ اصل نقعد ليل ونهار نصلي ده مش كلام انا، رب المجد يسوع قال ايه؟ صلوا ايه؟ كل حين ولا تمل، واننا صلوا بلا انقطاع. يبقى انا اللي بقول؟ ايش دعوة المسيح اللي قال صلوا كل حين. يا رب كل حين ازاي؟ طيب تعال نصعب المعادلة وبعدين نحلها. ربنا قال لنا لما تيجي تصلي ادخل واغلق بابك وصلي لابيك الذي في الخفاء، وبعدين يجي يقول صلي كل حين. لو حطيت الاثنين جنب بعض يبقى اقول يا رب انت بتقول لي صلي كل حين، وبعدين بتقول لي متى صليت فادخل مخدعك واغلق بابك. يعني انت يا رب عاوزني اخش اقفل عليا باب اوضتي واطلع بعد 50 سنة، ما اطلعش منها صح؟ لو حطينا الاثنين طرفين معادله كده، صلي كل حين جنب لما تصلي اغلق بابك وادخل مخدعك، يبقى المفروض ندخل اوضتنا ما نطلعش غير على السماء عشان ننفذ الوصيه صح؟ لا مش كده. خلي بالكم بقى، كنيسه تعلمنا، الانجيل يعلمنا ان احنا عندنا انواع من الصلاه. في صلاه بتاعت ادخل مخدعك واغلق بابك، ودي طبيعي هتبقى اوقات محدده في اليوم مش ال 24 ساعة. وفي حاجة تانية اسمها الصلاة الدايمة، اسم يسوع اللي ما بينقطعش يعني. طب يا ابونا ما احنا عندنا مشغولياتنا، يعني يا ابونا ما تضحكش علينا، ده قدسك يعني قاعد في الكنيسة وما بتصليش 24 ساعة، بتاخد اعترافات وبتروح وبتجيب، ما بتصليش 24 ساعة. تعالوا بقى في الصوم ده نتدرب على ان احنا نصلي 24 ساعة. ازاي؟ اقول لكم بقى ازاي. انا سايق عربيتي جاي من مشوار لمشوار، كويس؟ كلكم عارفين طبعا الطرق في مصر اليوم دي زي الفل، ولو طالع من بيتكم ونازل للبيت اللي بعديها تاخدها في ساعه، كويس؟ اعمل ايه بقى وانا راكب عربيه وبسوق؟ انا بصلي، واخدين بالكم؟ وانا سايق اهو، مش ده وقت ضايع مضطر اقعد فيه؟ بصلي. تتحسب صلاه دي؟ طب هو يعني ايه كلمه صلاه؟ انا اسف نسيت اقول لكم الاول، كلمه صلاه يعني صله، اتصال. هل ربنا هيفرق معاه ان هذا الاتصال يتم وانا قافل اوضتي، او هذا الاتصال يتم وانا قاعد على الدركسيون بتاع العربيه؟ في الاخر اسمه ايه؟ اتصال. الو يا رب انت معايا؟ اقول لك معاك. طب تعالى نتكلم، اتصال اهو مش كده؟ يجي لي مثلا حد يقول لي يا ابونا انا مش عندي وقت خالص للصلاه. اقول له حبيبي شغال ايه؟ يقول لي بص يا ابونا انا شغال في مصنع او في شركه في العاشر من رمضان او في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد او معرفش في العبور او فين او فين. اقول له بتركب قد ايه الصبح وانت رايح وانت جاي؟
تاخد العربية الصبح وقال الباص بتاع الشركة ولا المصنع بيجي ياخدني يوديني ويجيبني الصبح، ممكن نروح في ساعة ساعة ونص، بالليل نرجع في ساعتين ثلاثة، احنا والطريق مش كده؟ اقول له طب تعال نحسبهم بقى، تعال نحسبهم على المتوسط كده، مثلا ساعة الصبح وساعتين بعدهم يعني ثلاث ساعات في اليوم. كويس؟ بتعمل فيهم ايه؟ اقول له تعال نعمل تدريب مع بعض، تعال نقرا اصحاح من انجيل متى. كويس؟ اصحاح من انجيل متى لو قريته على اقل من مهلي هياخد 10 دقايق. ده لو قريته بقى اللي هو ايه بالتشكيل وعلى مهلي مش كده؟ هياخد 10 دقايق؟ لا انا ما بتكلمش على الدراسه، بتكلم على القرايه. كويس؟ تخيل بقى حضرتك لو عندك ساعه الصبح وساعتين وانت راجع، يعني ممكن تاخد تقريبا 18 اصحاح في اليوم. يعني تخلص انجيل متى في يومين، تخلص العهد الجديد في اسبوعين. حد فيكم متخيل ممكن يعملها دي؟ تخيلي. خلي بالك ده وقت ضايع، انا ما قلتلكش فضي ثلاث ساعات في يومك مش كده؟ كده كده قاعد غصب عنك مستني توصل. او طالب يجي يقول لي انا الجامعه بتاعتي في 6 اكتوبر، او الجامعه بتاعتي في حلوان، او الجامعه بتاعتي معرفش فين، بتعمل ايه وانت رايح وانت جاي؟ ايه رايكم لو صليت صلاه باكر؟ صلاه باكر لو صليتها بضمير يعني تاخد لها ربع ساعه ثلث ساعه. اقول له ده انت الصبح صلي باكر تاخد لك اربع خمس اصحاحات من الانجيل، وانت راجع بالليل تاخد الغروب والنوم وتاخد لك خمس ست اصحاحات من الانجيل، يومين ثلاثه ونقيك من السواح. مش كده؟ مش كده؟ ويقول لي اصل انا ما عنديش وقت اصلي. لا عندنا وقت كتير قوي بس مش عارفين نستغله. تيجي مثلا واحده تقول لي يا ابونا انا البيت والعيال والمذاكره و اقول لها طب ما نصلي. تقول لي ينفع؟ اقول لها ينفع. النهارده مثلا حضرتك في المطبخ مش كده؟ ايه المانع؟ كلنا نشكر ربنا النهارده عندنا موبايلات ينفع نحط عليها الاجبيه مش كده؟ بلاش، عندنا القنوات التلفزيونيه النهارده بتجيب الصلوات في ميعادها. سيبكم من البرامج السياسيه، هي قلبت كلها برامج سياسيه، لكن على الاقل يعني لسه باقي فيها حته دينيه ان هم بيجيبوا الصلوات في ميعادها. ساعتين الصبح في النور وبعدين اعاده وبعدين ساعتين تاني بالليل مساء النور والاعاده، يعني الدنيا كلها واعلانات وبتاع، قلبت كلها سياسه واعلانات. ما علينا، خلينا في الجزء بتاع الاجبيه اللي بيجيبوه القنوات التلفزيونيه. حضرتك في المطبخ صلاه الساعه السادسه شغاله في التلفزيون على موبايلك على الكمبيوتر على كاسيت على اي حاجه، وقولي معاها صلاه دي ولا مش صلاه؟ مش كده؟ رايحه السوق بنصلي، في الطريق راجع بصلي. طب يا مين انا بذاكر؟ اصلي ازاي انا بذاكر؟ اعرف طلبه كتير ها قبل ما يقعد يذاكر بيصلي، وطلبه كتير كان كل ما يقلب الصفحه يصلي. يعني يجي يقلب الصفحه، يا رب يا صلي المسيح اديني فهم، يا رب يا صلي المسيح ما تخليش حاجه تاخدني منك، يا رب يا صلي المسيح خلي مذاكرتي كلها تبقى المجد اسمك، يا رب يا صلي المسيح اديني فهم، افتح يا رب عن عيني لارى عجايب من شريعتك، يا رب انت قلت حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، مش كده؟ يا رب الكيمياء مطلعه عيني يا رب كل ما اقلب صفحه بصلي. صعبه دي؟ صلاه دي ولا مش صلاه؟ اجي افصل بين ماده وماده بدقيقتين ثلاثه صلاه. تنفع دي؟ خلصت مذاكره اصلي. صعبه؟ بقول لولادي اقول له بين الحصه والثانيه في دايما كام دقيقه كده بين الحصه والثانيه، بدل ما نقعد نتنطط فوق الدكك ونكسر في بعض، وانت قاعد في الدكه بتاعتك من غير ما حد ياخد باله منك ارفع قلبك. اصل الصلاه مش رفع ايدين، الصلاه رفع قلب مش كده؟ كان سيدنا ربنا نفسه يقول لنا ايه؟ يقول لنا خفقات القلب صلاه مش كده؟ محتاج، مش محتاج اقف، مش هجيب سجاده واقعد في الفصل يعني، مش محتاج كده. ده انا قاعد في الدكه من غير ما حد ياخد باله برفع قلبي للصلاه لربنا، يا رب يا المسيح ارحمني. عندك حصه فاضيه، عندك ما اعرفش اقعد صلي. النهارده شبابنا الجميل في الجامعه، شبابنا الجميل في الجامعه واخدين بالكم؟ عنده تقريبا خمس محاضرات كافيتيريا ومحاضره ما بيحضرهاش، طب ما نصلي مش كده؟ صح؟ يقول رايح الجامعه الصبح كده نشيط، يقعد في الكافيتيريا او في السي اتش او تحت الشجره لحد ما يخلص ويرجع. طب ما نستغل الكلام ده في الصلاه. يبقى نقدر ننفذ وصيه صلوا كل حين ولا ما نقدرش؟ لا نقدر. عارفين لو عملنا كده، خلي بالكم احنا بننام كام ساعه في اليوم برضه؟ صدقوني احنا نايمين هنلاقي نفسنا بنصلي، لان اللي انا بشحنه في عقلي طول النهار بيطلع في احلامي بالليل، فتلاقي نفسك بالليل كده زي عروس النشيد بتقول انا نائمه وقلبي ايه مستيقظ.
سيدنا البابا كيرلس ربنا ينحى نفسه لما دخل يعمل جراحة في يوم من الايام، صاب الاجدية كلها وفي اوضة العمليات. اصل هو ايه اللي جوه؟ ما هو اللي جوه مزامير، فلما يتخدر هيطلع ايه من جوه غير المزامير؟ هو ما خزنش غيرها، فلما خدروه قعد طول العملية الراجل صلى الاجدية كلها. واخدين بالكم؟ انا بصوم ليه؟ بصوم عشان اشبع بالمسيح، مش بصوم عشان اجوع نفسي. القصة كلها عمرها ما كانت جوع، ربنا مش هيفرق مع الاكل، لكن انا بصوم عشان اضبط نفسي، انا بصوم عشان اشبع، والمسيح حطلي سكة الشبع اللي هي ايه؟ الصلاة. عايزين نجرب في الصوم الكبير نوع تاني من الصلاة اسمه صلوات الحب. احنا طول عمرنا بنصلي، لكن صلوات الطلب ما تزعلوش مني، صلوات المصلحة. بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. يا رب نجح العيال، يا رب وسع في رزقي، يا رب خلي بالك من البيت في الطريق، يا رب اديني الصحة، يا رب بارك معرفش كذا، تصبح على خير امين. دخلت نمت صح؟ كل يوم بقى، كل يوم ربنا يقول حاضر. بس خلي بالكم ربنا يقول لنا كلمة جميلة قوي، يقول لنا يا جماعة انتوا تعبين نفسكم ليه؟ كل الحاجات دي انتوا بتاخدوها من غير ما تطلبوا. اباكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوا. ما تقعدوش بقى تقولوا ماذا ناكل وماذا نشرب، هيديها لكم من غير ما تطلبوا. واخدينه الكلام ده هتاخدوه. عايزني نطلب بس ما نطلبش دي. يقول لنا اطلبوا اولا ايه؟ ملكوت الله وغيره، وهذه كلها هتاخدوها فوق البيعة. طلبت وما طلبتوش. طب اقول لك على حاجة، عمرك مرة وقفت طلبت من ربنا وقلت يا رب لو سمحت ارجوك خلي الرئتين بتاعتي يا رب والجهاز التنفسي بتاعي يشتغل 15 مرة في الدقيقة عشان لو اشتغل 10 مرات هدوخ، او لو اشتغل 20 مرة هنهج واتعب؟ عمرك وقفت قدام ربنا قلت يا رب ارجوك حافظ على معدل ضربات قلبي من 60 ل 90 عشان لو اقل من كده واكتر من كده هتعب؟ ارجوك يا رب خلي البطون يضخ دم والاذين يستقبل دم. ارجوك يا رب. حد فيكم صلى الصلاة دي؟ ها؟ طب بيحصل من غير ما تصلي ولا بيحصلش؟ دي حياتنا ايه؟ مش دي حياتنا؟ مش ده حياتنا شغالة ايه؟ بنطلب ولا بتمشي لوحدها؟ خلاص بقى يعني هنيجي بقى على حتة اكلنا وشربنا لازم نطلب، ولو ما طلبناش مش هيدينا؟ ده المسيح قال لنا هذه كلها تطلبها الامم، اما انتم فابوكم السماوي. طيب بتيجوا ناخد مع بعض طول الصوم ده تدريب صلاة الحب. عايز يبقى علاقتي بربنا، سامحوني ما تزعلوش مني يا ربنا سامحني، ليه اتعامل مع ربنا على انه الجرسون اللي بيجيب لي طلباتي؟ اللي هو اقعد اصلي اسقف عايزين صحة، عايزين اكل، عايزين شرب، متشكرين، عايز حاجة تانية؟ لا خلاص شكرا. ده سامحوني يعني، ده انا مفيش مرة حتى قلت له اشكرك على اللي اديتهولي امبارح عشان يبقى لي عين اطلب النهاردة. انا بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي. طيب واخدين بالكم؟ لا تعال نتدرب بقى في الصوم الكبير، نقول له رب ما تيجي نكون علاقة حب معك، ما تيجي يا رب صلواتنا كلها تبقى صلوات حب. نقول يا رب مش عايزين غيرك، معك لا اريد شيء على الارض يا رب، انت رب خبزنا وانت شبعنا وانت فرحنا. انا صايم عن الاكل طول الصوم عشان برضه لما اقف اصلي اقول له اكلني، يعني ابقى صايم عن الاكل عشان له اكلني؟ ما نفكر في حاجه تانية. ما تيجي نتدرب طول الصوم ده اقول له خليني احبك، خليني احس بيك، خلي يبقى في عشره بينا يا رب، املك يا رب على قلبي وعلى حياتي وعلى تفكيري وعلى مشاعري. يا رب بص كده جوايا في اني حته في قلبي انت مش مالك عليها يا رب وامتلكها، شوف يا رب اني شهوه كده غريبه وطردها وحولها يا رب لشهوتك انت، خلينا اشتهيك انت، خليك انت يا رب دايما شهوتي وفرحتي، عشان يا رب اصحى بدري يقول لك يا الله انت الهي اليك ابكر اذ عطشت نفسي اليك، مش اصحى جري عطشان بالمذاكره والمدرسه والشنط والعيال. واخدين بالكم؟ وبرضه تعملوا هذه ولا تتركوا تلك، يعني ممكن تقوم جري عشان شغلك، بس وانت قايم جري عشان شغلك اوعى تنسى تفطر، اوعى تنسى تاخد سندوتشات معاك. ها كان مزمور كده في السكه وانت ماشي سندوتش كده، مش كده تيك اواي بسرعه كده الصبح، صح من الانجيل تيك اواي كده بسرعه يعني، مش كده؟ يعني انا بعلم ولادي الصغيرين ان الصلاه مش واجب ومش فرض. اجي اقول لها حبيبتي صبحت على بابا يسوع النهارده؟ طب قلت لبابا يسوع تصبح على خير النهارده قبل ما تنامي؟ بالبابا يسوع ده حبيبنا وصاحبنا وقريبنا مش كده؟ يعني ينفع ان نخش ننام من غير ما نقول له تصبح على خير؟
واخدين بالكم؟ تعالوا نجرب ان الصلاة في الصوم الكبير، احنا قلنا الصلاة دايمة، التدريب التاني تبقى الصلاة بايه؟ بحب. احنا قلنا عن الصوم حاجتين، ضبط النفس والشهوة، الامتناع عن الشهوة، الشبع بحاجة تانية، استبدال شهوة بشهوة. وقلنا ان الصلاة هناخد تدريبين في الصلاة، ناخد ايه؟ الصلاة دايمة والصلاة بايه؟ بحب. جربوا، جرب كده تقف تصلي من غير ما تطلب، جرب، جربوا تقف تصلي حب بس. اصل عايز اقول لكم حاجه، لما نطلع السماء هنقعد مع المسيح بقيه الابديه كلها بلا نهايه، هنصلي نقول ايه في الابديه؟ ايه رايكم؟ حد يتخيل نفسه كده في السماء ويقول لي هنصلي نقول ايه؟ عاوزين صحه في الكلام ده؟ طب نجح العيال؟ انا بسال في الابديه هنقول نجح العيال؟ طب ابعت لنا اكل وشرب؟ طب خلي بالك من البيت والولد؟ طب في الابديه امال هنصلي نقول ايه؟ تسبيح، تسبيح بس. يبقى لازم ادرب لساني من هنا على الصلاه اللي هفضل للابد اصليها فوق. ما لو طلعت فوق وقلت له يا رب نجح العيال هيضحكوا عليا، لو طلعت فوق قلت له ابعت لنا رب رزق وهيضحكوا عليا، رزق يا عم واكل وشرب، احنا خلاص عدينا المرحله دي. لما تفتحوا سفر الرؤيا شوفوا التسابيح اللي موجوده في سفر الرؤيا كلها شكلها ايه؟ كلها مجد وكرامه للمسيح، مش كده؟ جربوا كده اقروا كده سفر الرؤيا، شوفوا المجد والكرامه اللي عمالين يقدموه للمسيح، وكلمه قلل يا قد ايه، وكلمه لك المجد والكرامه قد ايه، ولك القدره قد ايه، وكلمه انت مستحق قد ايه. حولوا الصلاه في الصوم الكبير لصلوات حب. ممكن ناخد التدريب ده نخلي صلواتنا تبقى صلوات ايه؟ حب. يبقى صلاة دايمة وصلاة حب. اخر صاد الصدقة، بس المسيح ذكرها اول واحدة على فكرة. يعني المسيح اول حاجة قبل الصلاة وقبل الصوم قال ايه؟ الصدقة. ليه بقى؟ اصلي لو الصوم والصلاة بتوعي ما وصلنيش ان يبقى عندي محبة ورحمة لاخواتي، يبقى ولا ليهم لازمة، يبقى صوم جنورين ونحاسا وطن. مش كده؟ مش بولس الرسول قال كده في كورنثوس الاولى 13، ان كانت ليس لي محبه فلست شيئا، صرت صلجا يرن ونحاسا يطن. لازم في رحمه، عشان كده المرد طول الصوم اسمه طوبه للايه؟ للرحمه. لازم وانا صايم اتعلم الرحمه على المساكين. الرحمه مش معناها انك تدي الغلابه فلوس بس، لا، الرحمه دي حاجه كتير قوي قوي. ايوه تفتكروا طوبى للرحمه معناها الناس اللي بتجيب اكل وشرب ولحمه ولبس للغلابه، ده جزء من الرحمه. احنا محتاجين نرحم بعض، محتاجين نتعلم في الصوم الكبير طوبى للرحمه نرحم بعض. كنت قريت مقال من فتره كده كان في حد بيعلق على الايه بتاعت احبوا اعدائكم، فقال طب مش احبوا احبائكم الاول وبعدين احبوا اعدائكم؟ يعني حضرتك عمال تتدرب على وصيه احبوا اعدائكم وتقول لي بص يا ابونا انا بحب اللي بيضطهدوني في شغلي، وبتدرب بحب اللي قتلوا ولادنا في ليبيا، وبتدرب بحب اللي معرفش ايه، وحضرتك بتكرهي اخوكي او مراتك او 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 جوزك او ابنك او صاحبك او حماتك اللي معاكي في نفس البيت. ده احنا مش عارفين نوصل لوصيه احبوا احبائكم، هنوصل لوصيه احبوا اعدائكم؟ هنضحك على بعض؟ مش احبوا احبائكم الاول؟ طوبى للرحمه مش معناها بس انك تدي فلوس ولحمه ولبس في العيد او تطلع عشورك، ده جزء من الرحمه. الرحمه انك ترحم غيرك، ترحم الضعيف وقت ضعفه، ترحم الانسان في لحظات ضعفه ولحظات اللي فيها هو انسان مسكين. كلنا بنغلط مش كده؟ الرحمه اني اشفق عليك لما بتغلط، ما انا كمان انسان وبغلط. الرحمة اني احس بتعبك، احس بصحتك، اعرف انت مش هتقدر تعمل اكتر من كده. الرحمة اني ما شيلكش فوق طاقتك. الرحمة اني اشيل معاك. مش كده؟ مش دي الرحمة؟ ولا الرحمة فلوس بس؟ يعني مثلا انا عايش منتهى الاسوأ مع اخواتي وبيتي وحياتي كلها خطية، واجي كل شهر اجيب 1,000,000 جنيه للكنيسة للفقراء واخوة الرب، مقبول امام الله؟ اخش السما تفتكروا؟ انا مره قلت لواحد، قلت له يا ابني ربنا ما بياخدش رشوه،
لو انت فاكر انك كل اول شهر جاي تجيب فلوس في الكنيسة عشان تكسر عين ربنا فيدخلك السماء في الاخر، ربنا يا ابني ما بياخدش رشوة. انت انسان مش تايب بكل المقاييس، ففلوسك اللي انت بتجيبها اول كل شهر دي مش هتنجيك. ولا انت فاكر يعني لما تطلع السماء وربنا يقول لك انك كنت خاطي تقول له طب فاكر الكام الف بتاع اللي فاكر الكلام ده يمشي مع ربنا؟ اللغه دي تمشي مع ربنا الكلام ده؟ تقول له اطعمت لك كام مسكين؟ ما عندناش القصه دي. فالكنيسه تقول الصدقه معناها الرحمه، طوبه الرحمه، ما نرحم بعض. حضرتك ما ترحمي جوزك وانت ارحم مراتك، ما تشيلهاش فوق طاقتها، ارحمها حس بيها، ارحمها وساعدها، ارحمها وشجعها، ارحمها وقول لها كلمتين حلوين تسند بيها نفسيتها، مش كده؟ يعني نقعد نقول كلام حلو لكل الستات اللي بره ما عدا مراتي في البيت. حضرتك تعاملي الناس كلها بذوق ما عدا الراجل اللي في البيت. ليه انت؟ نرحم ولادنا، نحس بيهم وبضعفاتهم ونحس بالتجارب اللي بيتعرضوا ليها. ولادنا النهارده بيتعرضوا لحروب وتجارب احنا ما تعرضناش ليها واحنا صغيرين. ولادنا النهارده عندهم كم تحديات وعثرات احنا ما نستحملهاش ككبار. واخدين بالكم؟ ولادكم اللي في اعدادي وثانوي وجامعه النهارده الخطيه مباحه ومتاحه وملحه عليهم بشكل احنا ما احتملناش نتعرض له. ارحموهم وحسوا بيهم، واخدين بالكم؟ فالرحمه مش بس اكل وشرب ولبس اخوه الرب في العيد، مش دي الرحمه. حاولوا نتدرب في الصوم الكبير ان احنا نحس ببعض، نرحم بعض. ما تطلبش مني اللي ما اقدرش اعمله، شيل معايا، هي دي الرحمة، انك تشيل معايا. انت شايفني مثقل وتعبان ومش قادر، ما تحطش في اي حمل، ساعدني وشيل معايا. ونبتدي بالبيت الاول، نبتدي بالبيت الاول، لان لو ما بدأناش في البيت اي خدمة بعد كده فاشلة. عايز اقول لكم حاجة، لو انا كاهن في كنيسة وكل شعب الكنيسة دخل السماء ما عدا ولادي، انا مش هخش السماء. اقول لكم آية تخوف اي خادم او اي كاهن. الكتاب المقدس يقول كده على ايه؟ ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته، عارفين يحفل؟ حافظين بيت الاية؟ فقد انكر الايمان وصار اشر من غير المؤمن. يعني ممكن انا ابونا كده ان الكنيسة كلها دخلت السماء بسببي، المسيح فوق في السماء يقول لي ولادك ما دخلوش السماء، طب وانا رب اروح فين؟ يقول لي مع غير المؤمن. انت انكرت الايمان وصرت اشر من غير المؤمن، تخيلي؟ تخيلي؟ يقول يا رب ده الكنيسه كلها دخلت سنه بسببي. يقول بس سؤالك ضاعوا، يبقى انت قدامي من منكر الايمان واشر من غير المؤمن. يبقى لازم نبتدي بالرحمه فين؟ في البيت. المسيح قال للرسل اكرزوا اولا فين؟ في اورشليم، بعد كده في اليهوديه، وبعدين السامره، وبعدين الى اقصى الارض. يبقى هناخد ثلاث صور كده او ثلاث اجزاء للصوره اللي رسمها رب المجد يسوع لاول اسبوع في الصوم. هنصوم مش كده؟ نصوم ليه؟ الصوم دي الارضيه بتاعت اللوحه كده، نصوم ليه؟ صوم بس امتناع عن الاكل يعني؟ لا، هنصوم علشان اضبط نفسي، اقول لنفسي لا، اتعلم اقول لنفسي لا، ولا بقول لنفسي لا هعرف في الاكل والشرب هعرف اقول لها لا في بقيه الحاجات. وهصوم علشان استبدل شهوه الاكل بشهوه المسيح، عشان اتفرغ للمسيح بدل ما انا متفرغ للاكل، اشبع روحي. الصلاه هنتدرب على الصلاه دايمه، ها، وعلى الصلاه بحب. جربوا تحضروا قداسات المتاخره في الصوم الكبير، صدقوني احنا حتى ككهنه قداس الصوم الكبير المتاخر ده بقداسات السنه كلها. صدقوني يعني يمكن ابونا يحكي لكم وقفه المذبح بتاعت الصوم الكبير القداس بيخلص 3 4 الظهر ده ب 100 قداس من بقيه السنه. روحانيه خاصه واحساس خاص يعني. جربوا اللي ظروف شغله تسمح يحضر قداسات متاخره، اللي ما يسمحش على الاقل يبقى عندي كل اسبوع قداس وتناول. جرب تصلي الصلوات اللي عمرك ما صليتها، يعني مثلا عمري ما صليت نص الليل، طب ما تيجي نتدرب في الصوم الكبير عليها. عمري ما صليت كذا، طب ما تيجي نتدرب عليها في الصوم الكبير. عمري ما صليت تسبيحه، اقول لك ما تيجي نتدرب عليها في الصوم الكبير. خلي الوقت كله يبقى وقت ايه؟ وقت صلاه. والصلاه الثالثه او الخطوه الثالثه ربنا رسمها نمشي عليها هي الرحمه، صدقة. ربنا يدينا كلنا ان صومنا يبقى صوم مقبول امام الله، لان الحقيقة مش كل صوم مقبول. روحوا كده اقروا اشعيا 58، خدوا واجب هوم ورك كده، روحوا اقروا اشعيا 58، هتلاقوا بيسألوا كده ربنا، يا رب لماذا صمنا ولم تنظر، ذللنا انفسنا
ولم تلاحظ. المسيح يبتدي يقول لهم بقى عشان صمتم للخصومه وصمتم للشهوه وعملتم وعملتم وعملتم. وبعدين يبتدي يقول بقى ايه الصوم اللي هو عايزه بقى، فك عقد النير، اطلاق المسحوقين في الحريه، ان تدخل الجائع الى بيتك. يعني يبتدي يقول يعني ايه الصوم اللي مقبول. اقروها كده، خدوا عليها تدريب النهارده اشعه 58 كده، اعرفوا ايه الصوم اللي مقبول امام الله. ربنا يدينا كلنا ان يكون صومنا مقبول قدامه، عشان نطلع في اخر الصوم الكبير فعلا فرحانين وشبعانين وممتلئين من كل عمل صالح. لإلهنا القدوس كل مجد واكرام ومجد وسجود، كل سنه وحياتكم طيبين.